البداية مع آخر مباراة من الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، واللي استقبل فيها النصر السادس من ست مباريات، استقبل الاتفاق ما قبل الأخير. ميديا رضوان رامياً خلف الخروج الآسيوي، كأنها تحفة فنية الجميع ينتظرها. السربي فلادان محظوظ لعدة أسباب، أولها في حال الخسارة سيقال إنه أول اختبار، وأمام من؟ أمام النصر. الاتفاق سرعان ما جرب المباغة مبكراً بهجمة سريعة مع عرضية ثم تصويب من محمد الكويك بعانقة السماء. المدرج الأصفر كان عليه الصبر ليشاهد الفرص والمحاولات، ولو أن الإشارات تشابهت مع اختلاف اللغات والجنسيات، تبقى براءة الأطفال تزرع ابتسامة للناظر مهما دار من أحداث في اللقاء. تاليسكا على أرض الملعب والشبيه على المدرجات، والنصر انتظر طويلا حتى قرر حمد الله التصويب قريبا من الشباك. التصويب البعيد سلاح اعتمد عليه النصر، والمشكلة أن كمية التصويبات كثيرة وجودة المسددين عالية، والنتيجة أن أغلبها لم تكن داخل الخشبات. تسديدة رائعة جدا من تاليسكا إلى خارج أرضية الملعب خاطفة بطريقة غريبة، تفنن الجميع. تاليسكا من زاوية ضيقة صوب، والريس بولحي قال لا في شوط شهد فرصة اتفاقية واحدة لا غير. بعد كرة أخيرة كان ممكن مع النصر ينهي شوط المباراة الأول. أبو بكر جهز نفسه للثاني، الاتفاق ظهر بشكل ثان. نعيم كان أول المهددين بعد الركنية، بعدها تألق عبد الإله العمري كأنه الحارس، كأنه كل الدفاع برد كرة بردة فعل سريعة لحماية الشباك من كرة نعيم الثانية. شوف العرضية من جديد، نوف أخطاء التوقيت معها ثم التسديدة، عبد الإله العمري كان لها بالمرصاد. التونسي أرق الدفاع في وقت تراجع فيه النصر. نعيم جرب عدة سبل، وهذه المرة لابد من ذكر اسم الحارس نواف العقيدي من تألق في الزود عن مرماه. كثرت المحاولات وسط توهان الأصفر إلى أن نجح المغربي وليد أزارو، نجح بفك الشفرة، لكنه كان بموقع تسلل، حتى أن الحالة لم تحتاج إلى الفار، احتاجت لمجرد إعادة. أشار إلى وجود راية تسلل السيد. كان لابد من التغيير، والبرتغالي بيدرو قرر إخراج حمد الله بعد حوالي ساعة من اللعب، ساعة من اللعب السلبي من الاستحواذ دون فائدة. البرازيلي تاليسكا استمر بعدم إصابة الهدف من كرات ثابتة متحركة من كل أنواع الكرات، ومن كرة عرضية فجأة الحكم أعلن ركلة جزاء، والإعادة أظهرت لمسة يد على الأرجنتيني راميرو، أكدها الفار، وفيليب كيس ترجمها إلى هدف اتفاقي قبل ربع ساعة من النهاية. هدف أول للاتفاق. الجميع اتفق لو أن المباراة استمرت لثلاث ساعات لبقيت شباك الاتفاق عصية. الجميع اتفق أن مبولحي من طينة الكبار، حتى قبل تصديه بطريقة حراس كرة اليد لتصويبة أبو بكر. ويمنع النصر من العودة في المباراة، الكرة اللعب في اليسار. الجميع اتفق أن فلادان تعامل بعد الهدف بذكاء، أغلق كل الأجواء، نجح بإخراج الاتفاق بكامل النقاط في اختبار صعب أمام منافس على الدوري. ميديا رضوان، صدى الملاعب.